هنا بشاف المهندسين ده مدني ان شاء الله. مؤاخذه بشرب. لا ولا بس. السلام عليكم يا باشا. في عاطي، مين اللي ضربك يا غالة؟ حتتا؟ طب وروي كان فين؟ يعني طب وانت فين؟ طب خلاص انا هعدي اخدك، بس اوعى يكون حد عامل حاجه في روي. انت اللي مت يا عم، انت في داهيه، بس اهم حاجه روي. انت عارف الكلب ده انا دافع فيه شقه عمري، ده اسمه وحش، ده وحش الطريق يا ابني. انا رايح مهندسين، انا دلوقتي في اكتوبر، انت فين؟ ما انا قربت منك. انت عند قهوه حمو؟ طب يلا سلام يا حبيبي، سلام. يا اسطى روي مين وهتاخد مين وايه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا بس واحد صاحبنا اخده معايا في الطريق. عادي. واحد صاحبك ازاي يا اسطى؟ واحد صاحبي كده يعني ولا ايه يا باشا؟ هو اتوبيس؟ يا باشا انت مش رايح مشوارك عادي. ما ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده؟ يا عم سيبها على الله. واخد تاكسي مش واخد عربيه، مش واخد ميكروباص انا. سيبها على الله، الحياه حلوه، احنا واحد يعني. يا رب على الله يا عم. يا عم ماشي. وبعدين الواد في حكايه معاه، مش عارف ايه اللي حصل. البيت حاطط، انت مشيع خالص. يا لهوي يا لهوي، ايه اللي حصل له ده؟ ده ايه ده؟ انت دخلت مفرمه ياض ولا ايه؟ يا ده انت دخلت مفرمه؟ ده كسر الدنيا كبير. طمني بس على روي. والدنيا كبير. ايه يا روي حبيبي؟ روي كاش. روي مين يا عم؟ انت ايه اللي حصل لك؟ العيال فين؟ انت مش الكلام ده. والعيال كانت فين؟ اصبر يا اخويا. العيال كانت فين؟ بس بتاع ايه على الصوب يا جدعان؟ انت طب ثواني يا باشا، عليا انت يا باشا، ايه اللي حصل معاه؟ الواد حتاته غفلني وعلاء كومبو. انا قلت لك ما تروحش مع علاء كومبو. انا ما اعرفش ان الحوار قلت لك ما تروحش مع كومبو، روح مع القطعتين بس. يا باشا انا كنت فاهم ان مفيش حاجه يا كبير. خلاص انا هتكل على الله، اطلع عليهم. انت روي عامل ايه؟ باشا انت هتيجي معانا تحل معانا الحوار ده يا باشا؟ جاي في اي حكايه، بس انا رايح شغل على الصبح ومش هينفع. معلش يا باشا، انت هتيجي اقول لهم انت الظابط خميس. ده كده على الصبح والله. اقول لهم انت الظابط خميس. خميس مين واسماعيل مين يا اسطى؟ مش هينفع. خميس متاخر يا حبيبي. يا عم ماشي، يا عم انت الظابط خميس. مش هينفع الكلام ده. خلاص هقول لهم الامين خميس. امين مين وبتاع مين على الصبح؟ يا عم معلش، يا عم ولا انت يابا رايح شغل ليه بقى تاخر لك كده؟ يابا مش هينفع يا عم. الشغلانه دي كلها ثلاث ايام تخلص وتروح الشغل. ثلاث ايام مين واربع ايام مين يابا؟ ثلاث ايام يابا. بقول لك ايه يا عم؟ اسمع من اخوك، مش هينفع الكلام دوت. يا باشا روق على حياتك. يابا نهارك ابيض. انت بتصغر ليه ده؟ يابا انت وهو. بقول لك ايه؟ خش يا روي قوم بالواجب. روي هيقوم بالواجب. بقول لك ايه؟ خميس مين واسماعيل؟ خش يا روي. احنا من شبرا يالا، في انت وهو يالا. روي هشك عليه. هشك مين وبتاع مين؟ اوعى هشك عليه. اطلع عليه روي. بس مفيش مزيكا. هحرش عليك روي. حرش روي عليك. بقول لك ايه؟ نزلها يا عم. بص روي انا نزلها. بقول لك نزلها. بص روي يا عم. بص روي بقى. بص روي. بص روي. بقول لك نزلني يا عم. بوس روي. وفي هنا انت بتقول لي يا خميس. نزلني انا ولا يا عم. بوسه روح يا عم، خليه يبوس روح. بوس روح بس. ابو روح يا عم. نزلني انا. بوسه روح. اديله صورة سيلفي مع روح. صورة سيلفي. صورة سيلفي. صورة سيلفي مع روح. نزلني انا. نزلني انا. كلب. ولاد كلب مين ده؟ روي يعني احنا ناس يا طوارة. انا عندي استعداد يا عم. انا ممكن انت نفسك تتجوز روي. جوز روي يا عم. جوز روي. نزلني هلا روي. لا روي. بس 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 فاصل معايا مين وبتاع مين؟ بس ايه ده؟ بس احنا بنصور. دي حالة. دي حالة. احنا بنهزر معاك والله. ده مقلب. منزيع ولا منزيع؟ منزيع يا باشا. كل عام وانت طيب يا جماعه. مهندسين؟ فين فين مهندسين؟ مصطفى محمود. تحت امرك، اتفضلي. تعالي ما تيجي هنا ما دام ورا الباب مش شغال. تعالي. معلش لا مؤاخذه عشان عندي مش افتحي يا فندم. معلش يا ست الكل، منوره الدنيا كلها. حضرتك بتشتغلي في المهندسين؟ ايه؟ شغاله هناك يعني بس؟ شغاله هناك. ما شاء الله. شغاله ايه يا فندم؟ انت بتسال ليه؟ لا عادي والله بندرد. انت ليك توصلني وخلاص.
حاضر يا ست الكل حاضر، بس الكلام اخده وعطى. ولا انت عطى ده ما عداش عليكي؟ شغاله ايه ومش شغاله ايه يعني؟ ما انا بشبه والله على حضرتك. لا ما تشبهش. حضرتك شغاله فنانه. فنانه؟ اه شبه الفنانه فيفي عبد. شبه الفنانه فيفي عبد. ما شاء الله عليك. اه هي والله العظيم بنت خالتك؟ اه بنت خالتك نوسه. ايوه انا عارف خالتك نوسه. بهزر مع حضرتك عشان الطريق طويل. استاذن معاكي بس هعدي اخد حاجه من واحد صاحبي شنطه واوديها الموتور. بقى ده مش على اوصل حضرتك وبعد كده اوديها ماشي؟ طب يا ريت بسرعه حضرتك. لا مؤاخذه. تعالى يا حوند تعالى تعالى. مؤاخذه على مهلك على مهلك يا حوند على مهلك، ده الرجاله مستنيه كل حاجه. ماشي يا حوند. تمام تمام. بقول لك ايه، وصي وصي بتوخي بقى ما يتاخرش. سلام يا حبيبي. ماشي يا ريس. سلام يا حبيبي. مؤاخذه بقى ست الكل معلش، بس انا برضو لسه عند كلامي على فكره ان حضرتك مش غريبه عليا. يا عم انا شفتك فين؟ لا حول الله يا رب. خلاص خلاص حضرتك هتزعقي ليه؟ طيب ما انت من ساعه ما ركبت داخل معايا في سؤالات سؤالات. انا شفتك فين اصلا؟ الله العظيم تلاتة الواحد نيته خير والله العظيم. بحول الله يا رب. انا عطشان قوي نشف. استاذن بس حضرتك المؤاخذة انزل اجيب حاجة من الكشك. هو انت كل شوية انزل اجيب حاجة اجيب حاجة؟ ازازة مية ازازة مية احسن. انا صوتي صوتي محشور بسرعة بسرعة. انزل اجيب حاجه من الكشك بسرعه بسرعه مش هتاخر على حضرتك يا ست الكل دي. اهو المجنون ده اللي انا راكبه معاه نهار اسود، كل شويه حاجه وكل شويه مش عارف ايه. نهار اسود انت ده، الراجل ده خطفني. خطفك منين يا حبيبي؟ يا نهار اسود خطفك ازاي؟ حطوها الشنطه ونيمونك. يخرب بيته ده صحيح، ده مش ما مش ما مش طبيعي، ده مجنون. وانت ازاي يا حبيبي تمشي معاه وما تتكلمش ولا تزعق ولا تصوت ولا تقول اي حاجه؟ ازاي يا نهار اسود حبيبي؟ طب استنى بص 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 هطلعك هطلعك واديك لماما وبابا. غبت عليكي ما لقيتش عنده ميه، ما لقيتش حضرتك طلع الكوتش ما عندوش ميه. مش كتير ما فيهوش ميه الكوتش. سمعت نكته الميه؟ انت ميا واحد راح انت السينما. كويس طب سمعت نكته ال انت ممكن تنزلني عند اي مكان قريب هنا؟ ليه يا ست الكل كده؟ انا عايز انزل مكان قريب. لا ما ممكن معنا اول مكان بس في الشارع اللي هو فيه. خلاص احنا قربنا ما تقلقيش مفيش نزول. معلش مش نزول حد اشتغل وفي فلوس علينا بس. ما انا هديك فلوس. انت بتزعقي ليه يا ست؟ انا هديك فلوس بس نزلني في حته قريبه. طب ما تزعقيش عشان خاطر ربنا الواحد فيه اللي مكفيه. ما فيك اللي مكفيك انا مال انا بيك؟ انا فيك اللي مكفيك ولا ما فيكش؟ لا لا انا مال انا. بقول لك ايه واحد اللي لا اله الا الله. بقول لك نزلني على جنب. انت طب نزلني على جنب بقول. طب معلش ثواني بس هقابل واحد صاحبي اديله حاجه والله العظيم. وانا لا نزلني على جنب ماليش دعوه بصاحبي. هقابل واحد صاحبي. يا عم يا سيمس يا توخي عامل ايه؟ انت الوضع ايه ده؟ اخبارك ايه؟ ايه يا عم انت؟ ايه كبير قوي؟ ايه يا عم كبير ولا صغير؟ انت مش فاهم غلط. ايه يا راجل؟ توخي الشنطة يا سمسم دي كبير قوي يا حبيبي. بقول لك في الشنطة ده بره عني، ده خارج بيت سيبك منه. ايه يا راجل انت اللي بتقوله ده؟ ناخد الشعر اللي بتقوله ده انتوا الصرصبين فيه ايه؟ ايه ده يا راجل؟ الحقوني يا ناس مفيش حاجة الحقوني مفيش حاجة يا حرامي. بقول لك ايه؟ بس بس مفيش حاجه. الحقوني يا ناس انا هخطفك. الراجل حرامي بياخدوا العيال. حرامي ايه ده؟ انا خطبت عيال انت كده قد ايه؟ انت حرامي بياخدوا العيال بتاعت الاعضاء بياخدوا اعضاء مين؟ انا خدت اعضاء. الحقوني هاخد اعضاء. الحقوني حرامي الحقوني يا ناس. انا هاخد اعضاء. يا نهار اسود انا هخطفك. مش واقف مش واقف مش واقف على الطلاق كل الاعضاء. اه بقول لك يا ابن الكلب يا واطي على يا شناب يا حرامي حرامي مفيش الكلام ده. اقف على جنبي يا حرامي. انا هاخد المفاصل دي زي الرجاله وانت صحتك زي الفل. مفاصل في عينيك. صحتك زي الفل يا حرامي. يا اللي بتسرقوا الاعضاء وتسرقوا العيال صحتك زي الفل يا حراميه. اخرس اخرس يا كلب يا حيوان. الله يخرب بيتك يا حرامي يا ناس حرامي.
بس 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 احنا بننظر مع حضرتك بننظر والله بننظر. ده مقلب ده مقلب دي كاميرات بتصور. فين يا باشا؟ في المهندسين يا باشا. ميدان لبنان. تمام. في حته معينه في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه؟ اتفضل يا باشا. انا هقول لك. ماشي يا باشا. شغال يا باشا هناك ولا شغال فين؟ يا باشا؟ شغال في المهندسين ولا شغال فين؟ انا شغال في المهندسين. بسم الله ما شاء الله. شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعه بس، بضاعه. راح الم حصل فلوس البضاعه. بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني زي اي موزع حضرتك، بنوزع شغل ونحصل فلوس الشغل. شغل ايه بقى؟ ايه طبيعه شغلك يعني؟ مش شغال في ايه؟ ملابس حضرتك. ملابس؟ طب ما ده زي الفل ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي. الملابس دي ملابس سعد يعني. مش عند ربنا يسعدك يا باشا. بقول لك يا باشا، بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه. طب والنبي يا باشا ما تعرفش تساعدني في حوار كده؟ ممكن يعجبك وانا بقلب ممثلين وفقره يعني، وسميني عندنا شخصات. تمام. قالك الفنان عشان انا متاخر، بس والله يعني حاول تشد شويه عشان متاخر. قالك ماشي. قالك الفنان يوسف جوهري. ده معقول يا سعاده القاضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده ما بقالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقه دي؟ يا للهو. فكرني الثانيه هانم بنت سلطح ملطح باشا. ماما يا روح الله. اقسم بالله ممتاز والله، بس انت مش قادر تفهمني. انا ده مش يعني دي مش مجالي ولا سكيت ان انا اساعدك فيها. طب قال لك حد تاني؟ معلش انا اسف. قال لك الفنان محمود المليجي. مصطفى باشيت يا مصطفى، باشيت اللي تقف في الدابه بدل. انا ورايا رجاله تاكل الزلطه. استاذ ايدك يا استاذ، تاكل الحديد. استاذ ايدك بعد اذنك، تاكل الاسبات المسلح يا مصطفى. انا بتقمص. طب ما تتقمص، هتمسكني من القميص. خلي عندك ذوق بقى واتكلم معايا بقى، عشان انا كده هتخني. انت جاي تخلينا ابتدي اتخني يا باشا والله. يعني حاول تتكلم معايا من غير ما. طب ده طالع مليجي ولا لا؟ ايدك اهم حاجه. مش مليجي؟ طيب ما طلعش هو المليجي. انت معايا في التاكسي لازم. انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت عايزه. خلاص يا عم. انا وسمعنا حضرتك. يا عم ما تسمعني، ده مش مجالي ولا سكتي. انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي زقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت في راسي. انت احسن من الناس دي كلها، بس انا ماليش نفع دخان سجارته في عينيك. قال لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه. يا حسن صح يا عمي، صح يا عمي. يا استاذ ايدك، يا استاذ قلت لك ايدك حضرتك. انا هبتدي ان انا مسميني المتقمص. طب حضرتك ايدك والله مسميني يا استاذ المتقمص. ايدك بعد اذن حضرتك. خلاص بعد اذن حضرتك. خلاص نغني عشان ما استخدمش. غني لنفسك لما تنزلني. اعمل كل اللي انت عايزه، كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني. يا عم خلاص انا هقلد لك عشان بعد اذن حضرتك. انا انت كده بتستفزني. حاجة غريبة. وقف مكانك انت يا ابني. ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجة؟ وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهورية. الله، ده حاجة غريبة. وقف مكانك يا ولا. يا ابني انت شارب حبيتين. اوعى يا ولا، انت واقف قدام رئيس الجمهورية. يا ابني انت شارب حبيتين عصبة. مواطن بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني. طريق قال لك ان مصر فيها فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني. فتنة طائفية. انا بقول لهم من التاكسي ان الديمقراطية ليها انياب. ليها انياب. بالله يا ابني يا علي، يا ابني انت مجنون. يا ابني يا علي، يا ابني انت مجنون. يا ابني انت مجنون. بقول لك ما تصدعناش، نزلني يا عم. بلاش السد. بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني. طب سبحان الله، ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه. مستفز متطفل ايه بقى؟ انت هتعمل لي فيها البنجستان جو اللي ما تهدى على نفسك. رايك انت مش عايز تساعد اخوك. شكلك يا ابني ما تمدش ايدك. انت مش عايز تساعد اخوك. يا ابني ما تمدش ايدك. انت لازم تقف جنب اخوك. عيب انا اخوك، عيب انا اخوك، عيب ما يصحش. يا ابني قلت لك ما تمدش ايدك. طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني. هتعمل خلينا نلبس في حاجه. يا عم انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك. تمدش ايدك يا ابني انت غصب عنك ولا غصب زفت. هقلد لك محمد منير. شكلك عايز تتضرب. انت شكلك عايز تتضرب عن حياتي. يا ابني ما تمشي. قلت لك بقى، قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص. خليتي انا هبوظ لك وشك ده خالص. وخلاص يا ابني، على وركز في الطريق. الله يخرب بيتك.
بقول لك انت، بقول لك ايه ساعدني وتخلينا مهدي يا جدع. بقول لك ايه وعليك يا جدع يا جدع، بقول لك ايه وعليك يا جدع. انت من انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ انت يا ابني فوق قلد لك اخر تقليده ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي يا ابني؟ افتح الباب ده يا ابني عشان خاطر قلد لك انت يا ابني. انت اخر حاجه والله يا ابني قلت لك نزل ايدك. قلد لك اخر حاجه بقى الزرقاء دي. بقول لك ايه وعليك يا ابني؟ بقول لك ايه وعليك يا ابني؟ جدع عندك جدع، اوعى كده يا جدع. لا 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 الله، البضاعه معايا. افتح يا ابني الباب ده يلا. والفلوس كمان معايا. افتح يا ابني الباب ده. الفلوس معايا والبضاعه. افتح الباب ده بقول لك. الفلوس معايا. انت يا ابني انت والبضاعه كمان. انت يا ابني. بس خلاص بس. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ يا عم انا وايه القرف ده؟ طب بص كده احنا بنصور. نزال الحلقه دي ولا منزال؟ طب قول.